تحتفل اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 النجمة بشرى بحفل زفافها على خالد محمود حميدة، وهو نجل مها اللي هي الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، وحصل على اسم شهرته من الفنان محمود حميدة لمكانة حميدة في قلبه. وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط، وسيقام في الساحل الشمالي. وحاولت بشرى التكتم على خبر زواجها حرصا على أن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين وبعض النجوم الذين تربطها بهم صداقة قوية. وكشف مصدر مقرب من بشرى أنها كانت تربطها علاقة صداقة بعرسها منذ عامين، وتطورت تلك العلاقة منذ عام تقريبا عندما اشترك الثنائي في مشروع فني كبير، وهو رقمنة الأرشيف الفني المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث السينمائي المصري من الضياع. وأضاف المصدر أن هذا المشروع أتاح للإثنين التقارب من بعضهم البعض، حتى تحولت الصداقة إلى حب، لتفاجأ بشرى بعدها بطلب خالد حميدة الزواج منها. وترددت الفنانة في البداية نظرا لخوفها الدائم من الارتباط والزواج، خاصة أنه لم يمر سوى عام واحد فقط على انفصالها عن زوجها السابق سالم هيكل. وتابع المصدر أنه مع إصرار خالد حميدة على الارتباط بها وافقت، واتفق العروسان على إتمام الزواج بعد الانتهاء من مشروعهما، لكن يبدو أنهما قد تراجعا في ذلك القرار، وقرر الاحتفال بزواجهما قبل الانتهاء من رقمنة الأرشيف الفني بشكل كامل. وتعالوا نشوف أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عن زيجاتها السابقة وأيضا زيجات محمود حميدة. أكدت الفنانة بشرى الأحد 28/5/2023 انفصالها عن رجل الأعمال سالم هيكل، مشيرة إلى أن الطلاق وقع منذ فترة بعد زواج دام 3 سنوات. وقالت بشرى في تصريح خاص للمصري اليوم: الطلاق تم بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ونحن ما زلنا أصدقاء. وعن أسباب انفصالها ردت: هذا أمر شخصي لا أقبل من أحد التدخل فيه، لأنه لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته. تعال نشوف صور زفافهم وبرضو فيديو من خطوبتهم. احتفلت الفنانة بشرى مساء 11 ديسمبر 2020 بزفافها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك لظروف انتشار فيروس كورونا. وظهرت في الصور ديت، هنشوف ازاي خطبها بالفيديو وازاي اتفاجئت. مفاجأة كبيرة تميزت بها السهرة الختامية لمهرجان الجونة السينمائي الجمعة 30 أكتوبر 2020، حيث احتفلت فيها بشرى بخطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل. ظهرت بشرى في الفيديو الذي سنراه بعد قليل وهي تمسك بذراع خالد الصاوي وتنظر بفضول إلى الحاضرين، غير مستوعبة لما يحدث حولها، وإذا بسالم يتقدم لها بخاتم الخطوبة في لحظات لم تتمكن فيها بشرى من حبس دموع الفرح، مع تصفيق وزغاريد الحاضرين. وإليكم الآن الفيديو وبعده أسرار عن حياة بشرى. بشرى مولودة 6 أكتوبر 1980، ممثلة ومغنية مصرية، ولدت في إنجلترا، وذلك لظروف عمل والدها، ودخلت في المجال الفني في عام 2002، متزوجة من عمرو رسلان، ولها من الأبناء إسماعيل وليلى. كتير ما عرفوش
عمرو الرسلان ما بيظهرش كتير في وسائل الإعلام، وهنا صورهم مع بعض. بشرى ارتبط منذ سنوات بعمرو رسلان واحتفلت بزفافهما في حفل كبير في أحد الفنادق حضره كبار النجوم ومن بينهم الفنان عمرو دياب. وهنا أثناء الزفاف عمرو دياب كان بيحيي الحفل. وأنجبت بشرى من زوجها ابنها إسماعيل وابنتها ليلى، ونشرت صور لابنها على حسابها عبر موقع انستجرام، كما لفت زوجها الأنظار إليه بوسامته. وقد وجهت الفنانة بشرى الشكر لمصمم الملابس هاني البحيري لتصميم فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. والفنانة أيضا ناهد السباعي لاختيارها كأفضل ممثلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام. ونشرت بشرى صورة من المهرجان معلقة: شكرا هاني البحيري على فستان ختام مهرجان القاهرة في دورته الـ38، وشكرا صالح القاضي على المكياج، وعادل من صالون هيثم دهب، وألف مبروك لناهد السباعي على جائزة أحسن ممثلة، وتكريم العظيم يحيى الفخراني، وشكر خاص للستايليست لطيفة بكري على مجهودها الرائع واللمسة الخاصة. ودي الصورة اللي قدمت عليها الشكر لكل اللي فاتوا. وقد رأى متابعين بشرى على انستغرام انها تشبه شريهان باللوك الجديد، وردت بشرى بأن ذلك شرف لا تدعيه. انتوا ايه رأيكم؟ في شبه بينهم؟ شاركونا في التعليقات. فحد كتب لها: بشرى انت اصلا مش محتاجة اي حاجة. وفي حد تاني قال لها: انا افتكرتك فعلا شريهان. فهي كتبت: شرف لا أدعيه، ولكن عالم المكياج والتصوير والتشخيص يجعله حقيقة في بعض الأحيان. وكتبت: بحبك يا شريهان يا ملهمة جيلي. أنا من مسلسل الدخول في المملكة. محمود حميدة ممثل مصري ولد عام 1953 في حي مصر الجديدة بالقاهرة، والتحق بكلية الهندسة التي استمر بها 7 سنوات، ثم انتقل إلى كلية التجارة. وعقب حصوله على شهادة البكالوريوس عام 1981 عمل بإدارة المبيعات لإحدى الشركات العالمية، ولكنه تركها ليتفرغ للعمل الفني. محمود حميدة متزوج ولديه 4 بنات، هن أسماء وإيمان وآية وأمنية. هنا وهو في فرحه في أول زواج ليه، وهنا مع سهير زوجته الأولى ففرحهم، صورة نادرة جدا، كان لسه في عز شبابه. بيقول إنه عارفها وهي 5 سنين وهو 5 سنين، هي كانت 4. دي أسماء محمود حميدة، وده أحد أحفاده، وده محمود حفيده تاني، وهنا مع عائلته مع مراته اللي هي سهير، وهي أثناء زواج ابنته، ودي بنته مع جوزها في الفرح. وهنا لقطة جميلة لمحمود عبد العزيز معاه الله يرحمه. من ناحية أخرى، أكد الفنان محمود حميد أنه لا يؤمن بمفهوم تأمين مستقبل الأبناء، وأنه لم يبكي على أحد في حياته كلها سوى على مدير أعماله. وقال أثناء استضافته ببرنامج المتاهة من تقييم وفاء الكيلاني على قناة الـ NBC أنه اكتشف عندما ذهب لزيارة الطبيب النفسي وهو في الـ30ينيات من عمره أنه لم يعش فترة طفولة طبيعية. وأفصح محمود حميدة أنه فشل في كلية الهندسة بعد مكوثه بداخلها لمدة 7 سنوات، لينتقل بعدها لكلية التجارة التي تخرج منها. وأشار إلى أن امتهانه للرقص في بداية مشواره الفني علمه الانضباط في حياته. وكشف محمود حميدة أنه وقع في حب زوجته الأولى سهير
منذ أن كان عمري 5 سنوات، والتي تزوجها وهو في عمر 28 سنة. هنا مع زوجته الأولى سهير. دي برضه صورة تانية ليهم مع بعض. دي زوجته الأولى سهير. ويرفض محمود حميدة تأمين مستقبل بناته، وبرر ذلك بأنه لا يستوعب معنى تأمين مستقبل الأبناء، واعتبره أوهام لا صحة لها في الحياة. وقال: ما معنى تأمين مستقبل بناتي؟ فمن الممكن جدا أن أكون ادخرت ثروة طائلة لهن، ولكن من يتزوجهن يسرقون أموالهن، فماذا سيكون شعوري بعد مماتي؟ وكشف محمود حميدة أنه تعرض للعديد من الإصابات أثناء العمل عن قصد، بغرض أن يكون موضوعيا أمام المشاهد، ومنها تسببه في كسر فقرات في ظهره من أجل دوره في إسكندرية نيويورك. واعترف أنه عاش حياة بوهيمية وهو في مرحلة الشباب، ولكنه توقف عن كل ذلك الآن لأنه لم يعد صالحا له. ولم يتمالك محمود حميدة نفسه من البكاء عندما تطرق إلى مدير أعماله محمد شيخون، والذي توفي قبل أشهر. وأكد حميدة في هذا الصدد أنه لم يبكي على أحد في حياته بما فيهم والده الراحل، إلا على مدير أعماله محمد شيخون والذي تعاون معه لسنوات طويلة. وأشار أنه توفي إثر إصابته بجلطة أثناء مرافقته له في العمل، وكان يخبئ عنه مرضه كي لا يقلق عليه. ومن ناحية أخرى، روت النجمة يسرى موقف محرج حدث لها أثناء صعود الفنان محمود حميدة على مسرح ختام مهرجان جمعية الفيلم. وقالت بأنها تعرضت لموقف وهي بصحبة زوجها خالد سليم، حيث قامت إحدى الفتيات بمعانقة زوجها ظنا منها بأنه الفنان محمود حميدة، نظرا لوجه التشابه بينهم بشكل كبير. وقالت: فعلا الفنان محمود حميدة ممثل عبقري ورائع وأستاذ ويعطي فرص للآخرين. هنا هي يسرى بتحكي في الموقف المحرج ده، وهنا يسرى مع زوجها. ايه رأيكم؟ يشبه لمحمود حميدة كتير، في وجه شبه طبعا. في صورة تانية ليه معاها، فعلا في وجه شبه. محمود حميدة مولود 7 ديسمبر 1953، ممثل مصري عرف بثقافته وحبه للقراءة، خاصة قراءة أشعار فؤاد حداد. وأكد الفنان الكبير محمود حميدة أنه رفض تقديم دور المثلي في فيلم عمارة يعقوبيان بسبب الاختلاف على المقابل المالي، مشددا على أنه لم يتزوج للمرة الثالثة لأنه لا يملك القدرة البدنية على الزواج في هذه السن المتقدمة. وعن متابعة وسائل الإعلام، كشف محمود حميدة أنه توقف عن متابعة وسائل الإعلام منذ 13 سنة بعد أن شعر بالتعب بعد مشاهدته لخبر قتل الأطفال في فلسطين والعراق، كما أنه أغشي عليه إحدى المرات عندما شاهد فيديو لطفل صومالي يموت في الصومال بنشرة الأخبار. وقال محمود حميدة أن مسلسل القتل والتعذيب والقهر ما زال مستمرا في الأوطان العربية، وهو ما أصابه بالحزن والاكتئاب على حال هؤلاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيما يحدث على أوطانهم. وأشار محمود حميدة في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني أن ما يقال عن شخصيته المغرورة هو أمر صحيح، مشددا على أنه يحاول جاهدا التخلص من هذه الصفة. وقال محمود حميدة أن بناته أحبوا الفن كثيرا منذ طفولتهم، وأنه لم يفرض على أي من بناته التمثيل على الإطلاق، مشددا على أنه يمنحهن الحرية المطلقة لاختيار مستقبلهن ولا يتدخل في اختياراتهن. أما عن حياته العاطفية، أكد حميد أنه أصاب عندما تزوج للمرة الثانية، لأن الحب يأتي فجأة، وزوجته الثانية كان بها مميزات في شخصيتها لا توجد في زوجته الأولى، وأشار إلى أنه لا يستطيع الزواج للمرة الثالثة لأنه لا يملك القدرة البدنية على الزواج مرة أخرى في هذه السن المتقدمة. دخل عدد كبير من أبناء الفنانين مجالات أهلهم بعد تمهيد الطريق لهم على يد أهلهم، إلا أن ابنة الفنان القدير محمود حميدة شكلت حالة خاصة، وخاضت آية حميدة غمار الفن من دون الاتكاء على اسم والدها، إذ ظلت فترة طويلة من دون أن تكشف هويته إلى أن أثبتت نفسها وجدارتها. ده محمود حميدة فنان القدير طبعا معروف. دي آية حميدة ب
بنته. دي صورة تانية ليها هنا وهي معاه. آية ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 1988، بدأت مشوارها الفني بشكل أكاديمي، فاشتركت في العديد من الورش السينمائية لصقل موهبتها قبل أن تنال أول أدوارها السينمائية في فيلم علاقات خاصة، ثم أفلام ماشيين بالعكس وولد وبنت. أعلن سيف حميدة نكل شقيق الفنان محمود حميدة عن وفاة جدته فايزة والدة محمود حميدة، وذلك خلال منشور كتبه على الفيسبوك، حيث كتب: لا حول ولا قوة إلا بالله، توفيت إلى رحمة الله ستي فايزة والدة عمه محمد حميدة وخالد حميدة ومحمود حميدة. من ناحية أخرى، كانت قد تعرضت الفنانة المصرية بشرى لوعكة صحية بسبب إحساسها بآلام شديدة في أسنانها، وبشرى أوقفت كل ارتباطاتها واتجهت مباشرة لعيادة طبيب الأسنان ونشرت صورة لها من هناك عبر موقع انستجرام، وعلقت قائلة: ربنا يكفيكم شر آلام الأسنان، وتحية خاصة لمخترع البنج. جمهور بشرى شاركها معاناتها وذكر البعض تجاربه مع آلام الأسنان، بينما دعا لها عدد من الفانز للشفاء. دي الصورة وهي في عيادة الأسنان والمكنة عمالة تزن. من ناحية أخرى أيضا، أشعلت بشرى موقع التواصل الاجتماعي بنشرها صور لها بالبيجامة في رأس السنة الجديدة 2017. هنا في رأس السنة نشرت الصور دي بالبيجامة، طبعا حاجة غريبة، وكتبت: ولأننا نختلف عن الآخرون اللي لابسين اللي على الحبل عشان يخرجوا يحتفلوا بالعام الجديد، فقد قررنا نحن المواطنة بشرى إني ألبس الحبل تضامنا مع الظروف الاقتصادية الحالية في ظل أزمة الدولار والسولار والمنبار إلى أن يتعدل المسار، وكل بجامة بارتي وانتم طيبين، مرحبا 2017. ايه رأيكم؟ كانت حلوة في البيجامة؟ تحتفل برأس السنة على طريقتها الخاصة. وأيضا من ناحية أخرى، قامت الفنانة بشرى بنعي الفنان أحمد راتب ونشرت صورته مع كلماته التي لن ننساها، وعلقت قائلة: سنشتاق إليك يا أستاذ أحمد وداع، لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي من فيلم الإرهابي، المحاكم إيدها خفيفة أوي وهي بتدي حكم بالإعدام، وتقيلة أوي وهي بترجع الحقوق، الإرهاب والكباب. أنا فنان بوهيمي يفعل ما يحلو له من فيلم يا رب ولد. الدكتور بتاعي عايزني أحلل الدورة الدموية للبرغوث، طب أجيبها له منين دي؟ من سك على بناتك.